عند نزار الصباح شفته، درت الواجب، درته كزوجة درت الواجب، ربما محرشينه محرضينه الله أعلم، يعني هو مدواش معايا بزاف شي حويج لأن مسكين شوية أجيتي ودكشي. قلت له شوف نزار، اللي بغيتي ديريها ديريها، أوكي، اللي بغيت ديرها ديرها، المهم هو تكون انت بخير وصحتك بخير. انا اي قرار بغيت ديريه، هذيك الساعه تيبقى القرار ديالي انا واش نوافق على الطلاق ولا ما نوافقش على الطلاق. هو بقى كيشوف، هو كيشوف يعني مصدوم. قال لي المهم انا هذه، قلت له شوف انا عارفه عارفه ومعمرينك مزيان، معمر معمر معمر، محرشينك مزيان، معمرينك مزيان، مخلوضينك مزيان، ربما فيها حتى تهديدات الله اعلم. المهم قلت له انا راه واخا ما عرفتش ديري معايا، غتبقى ديما عزيز عليا، دير هذه في بالك، كنطولوا كنتفارقوا، غتبقى ديما عزيز عليا. صافي درت معاه الواجب كزوجه وجيت بحالاتي سيتو. سمير الهام، بغيت نعرف هادو اللي كيقولوا دات لي رزقو، واش نزار اشنو عنده؟ وما عنده والو، ما عنده حتى فلوس الطوبيس، وما عنده حتى فلوس الكارو، والله ما عنده والو. انا من نهار تزوجت بنزار انا اللي كنصرف، هاد الصباح ديت لي كل خير وانا اللي كنصرف، ما عمرو شرا ليا حتى شي حاجه. الا دخل معايا في التيك توك، راه التيك توك انا راه مراته، وزيدون غير الشهر ديال رمضان، وهذوك فلوس ديال شهر رمضان شريتهم لي حوايج. اش عد هاد نزار الادسنس راه تيبقى في اكل. شوفي دوك اللي تيبقاو تهضروا عليك وديتي ليه مالو، راه ديالك وديالو، راه بين الراجل والمراه ما تيدخل ليه الوسط. شوفي مالك مالك مالك، شوفي عرف انا دول تيقولوا دات لي اش عنده، اش عنده؟ شوفي اسمعيني مزيان، انا تنقولها بالعلن، انا ما بغيت نصفط لك المساج. انا من نهار نزار كون بغيت البوز غنجي المغرب وغنبقى في المغرب وندير البوز وفيديو مورا فيديو. واش انا شتوني تنلوح الفيديوهات؟ يلاه اليوم لحت واحد من نهار تشد نزار في الحبس. شكون اللي كيدير البوز؟ هادوك اللي كيشهروا فيا وكيعيروا فيا. وشوفي هادوك اسمي عرفتي شنو داروا قبيله؟ داروا واحد التمثيليه تيقولوا فينا هما، ما بقاوش تيجابوا التليفونات داك الشيء، حنا مشينا هما مشينا، وهادي وهادي وهادي، ودايرين فيلم، وشويه شويه تيطلع واحد تيكتب سيروا اليوتيوب عند داك زيبالا راه حط الفيديو، سيروا عند مروان راه حط الفيديو، حنت كلشي اخوتي. شوفوا هو انا تنقول هاد الهضره ونزار الى قال هذا الشيء ماشي كاين، يخرج من يخرج يقولها. قال لنا قال لك اخوتي انا راه عائلتي ما خلتني ندير ربي الريش، ما والو والو، مسكين هو بغى التليفون يبقى هكا داير، ما داير والو، ما عنده والو، ما عنده لا باش يقبض الكار لا والو. هذا احزق واحد من الابسنس ومن داك الشيء، ما عنده والو. شوفوا احنا نرجع نعيدها انا والهام، من نهدرش ونطعن فيه، الله يخرجه على خير. لا انا مع الحق اخوتي. قالت الهام وانا قلتها ونعاودها، راه ظريف نزار ظريف ولكن بودينا. انا نقول لك يا ملك، انا عندي ميساج مصفوط لي بالواتساب، عافاك تامر والهام، وقفوا معاه، ما عنده حوايج، ما عنده والو، ما عنده الكار يركب فيه، وفعلا فعلا درنا اللي ربنا قدر عليه لانه ما عنده والو. اما تيجوا انتوا دابا تقولوا هي سبابه بالحبس وهي خدات له رزقه وهي خدات له كل شيء، ما شايفها سبابه في الحبس. دابا انتوا ما تضربوا في القضاء، دابا هادو اللي داخلين في الحبس خلاو هاد مالك بوحده، وسيروا جمعوا راسكم. شوفوا ما تبقاوش، انا داك الهضره ديالكم انا راه ما تتعجبنيش، اوكي، ما تبقاوش تكونوا ديك هيبوكريت، تتبقاو منافقين واستغلاليين. شوفوا هادي تزوجات به، بغات الشهره، ما بتجو الشهره، المهم هي بغاتو، خسرات عليه الفلوس، خسرات عليه الفلوس، تقبط حنت هي مشات يبقى داير مع الشيطان، تتقلب عليه. نادى حاسي جابت البوليس، جابت البوليس، حنت هي مع داك الشيء واقع، راه نتوما عارفين كل شيء، مع داك الزاكي الله يخرجهم كلهم. ولكن اللي دار شي حد، اللي دار شي حاجه خوتي مش يستاهل. صافي، ما نتوما هادو طالعين تيبقاو، ما تيقولهاش زينب لا نادى حاسي لا في داك الزاكي لا في نزار، ودابا عاد اللي كلكم غادي تتفقوا على واحد على ثلاث على وحده، وغتخليو دوك الناس اخرين، ما يمكنش.
مين حشومه والله العظيم حشومه. شوفوا راه حنا راه المتابعانا انا الضحك الضحك ضحك ضحك. انا هاد السيده ما تنعرفهاش ولكن تنقول الحقيقه اللي انا شفتها بعينيا. هذاك الراجل هذاك نزار اخوتي داك الولد راه عينيا وراه ما داير تقلوه في حياته من زمان الزمانات، لا سباب امه ولا باه ولا خوته ولا ماش خوته. المهم هو ما داير والو، هو وجهه عنده المحامي عنده كل شيء، هو اللي يعرف اللي بيطلق يطلق. دوك الناس اللي تيدخلوا تيبقاو ولاو في عقودات ومحاميين وجمعويين، بنقول لكم راه تديو يد ذنوب وهي وراجلها راه هو راه ماشي كاع ما عندوش الدماغ. عندكم صحابكم راه ما عندوش الدماغ، لا راه واقف على شغله وداك الشيء. شوفي 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 اختي مالك، شوفي نقول لك حاجه، انت عارفه اشنو وقع، انت الوحيده وربنا وهم اللي عارف اشنو وقع. بالاخر قولي حسبي الله ونعم الوكيل على اللي بغى يخسر لك علاقتك فيه وصافي. صوت صوت تامر، قلت حسبي الله ونعم الوكيل، اللي تقل في طلاقي الله ياخذ فيه الحق. حسبي الله ونعم الوكيل، لان ربي ما كيبغيش هذا الشيء وما كيبغيش اللي تيدخل في الطلاق. وانا عطيتهم انا عطيتهم يعني العار ديالي والذنوب ديالي، واللي بغى يديروه راه عندهم ولادهم ووالدين الاولاد، وداك الشيء اللي بغى يديروا ليا غيخرج ليهم في ولادهم. ابوستو انا تيهمني نزار يكون بخير، اي قرار داروا الله يسهل عليه، المهم يكون بخير. وانا شنو اجيو تطلق؟ راه ماشي اجيو تطلق، تكتبوا لي هنا سميتها وحده سميتها شوشو، ماشي اجيو تطلق. ولكن دابا المشكله الطمار، كاين اللي بودينا نزار بوم دينا. شوفي شوفوا شوفي انا ما نكذبش على الناس، احنا شفنا نزار وتعاملنا مع نزار، نزار راه ماشي غبي ذكي، ولكن مشكلته الوحيده تيسمع للناس. بودينا واش كاع العيالات اللي مشى ما حملوا غيتا، ما حملوا كريطه ديالنا دحاسي، ما حملوا هادي وهادي هادي. راه تنقولها لكم دائما، داكشي اللي وقع بيناتهم اللي هما دخلوا الحبس راه داكشي قديم وانتم عارفين. الواحد دابا ما يبقاش يهضر، انا ما تنبغيش نطيح الباطل لا والو، تتعرفوني انا حقانيه. شوفوا بغا يطلقها بيناتهم، ولكن دوك الناس اللي تيدخلوا وتيحطوا في اليوتيوب ها اللي مردوم له فمه، وانا منك رفع قضيه على داك مردوم الفم جالس دير فيها بحال المخبرين، وخليو القانون يمشي للمجرى ديالو. واش كاع العيالات اللي مع نزار كلهم حملتوهم نتوما بغيتو هذاك نزار؟ وشوفوا تنقولها لكم دائما، اخوتي كان تيطلع قبل ما يدخل الحبس كان تيطلع الزغبي تيبغي شي واحد يقولها فيه زينه، ما كان يا المدلول يا المدلول يا الصقع سي الله يعطيك الحبس. دابا كلشي اللي تيقول لك نزار مسكين، نتوما اللي حشومه عليكم والله العظيم. الا تتاديو التقليد على بنادم وتتبقاو عاد تزيدوا فيه وتيبقاو يسبوا فيه يسبوا فيه، دابا عاد كلنا نزار كلنا نزار وصافي صافي نزار. شوفوا القانون كبار منا ومنكم ومن هادوك اللي تطلعوا مع 4 الصباح، ها اللي سكران ها اللي مبوق ها اللي داير وقاسين تتهضروا تتهضروا على القانون. سدوا كمامركم وسدوا فمكم. مسفاتي بلاتي 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 الله يرحم لك الوالدين، انا الظلم ما تنحبوش. مسفاتي كيفاش خرجت علي وحياته؟ كيفاش خرجت واختي انا والهام؟ الهام بحال هذه اليوم العام الماضي كنا جالسين مع نزار، قالت له انت ما درت والو بحياتك، انت ما درت والو، انت مشهور على الفاضي. اشنو دات له؟ اشنو خدا؟ واخدت رزقه؟ واش عنده فيلا؟ عنده قصور؟ شوف اخوتي